مرحبا بكم في هذا الجمع العام السنوي الجمع العام السنوي لموسمي 2022-2023 لنادي جمعية اتحاد طنجة لكرة القدم. بداية لا بد من التذكير أن هذا الجمع العام ينعقد في جلسته الثانية، وبالتالي لا يتوجب علينا التأكد من النصاب القانوني لأن الجلسة الثانية تعقد بمن حضر. أيها السادة، إن مصارف مداخل فريق هذا الموسم جاءت كالتالي: مداخل البطولة وغير البطائق 7,400,285 درهم، مداخل المدرسة 2,217,970، منح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 7,000,000 درهم، مساهمة المنخرطين 700,000 درهم، دعم المؤسسات العمومية كاين لانكس واحد اللي غنشوفوه 11,000,000 درهم، مداخل المستشارين انكس 2 4,313,000، تحويل وإعارة اللاعبين 2,000,000 درهم، تبرعات والهبات 5,122,000 درهم، مداخل أخرى 693,284، تصحيحات حساباتية إما تحويل اللاعبين للشركة الرياضية 6,583,167، تصحيحات إيجابية عن الموسم الحالي للفريق 2,898,942.02، مجموع الميزانية العامة 47,939,564.86. المصارف: مصارف تسير لانكس 3 7,421,835، أجور والمنح 21,449,100 أونديغام، الأكلية 599,450، أتعاب وكلاء اللاعبين 849,000، إعانات اجتماعية 64,000 درهم، مصارف سير المدرسة لانكس 5 856,108.10، مجموع المصاريف 31,239,569.10، الاهتلاكات 15,482,865.90، صافي قيمة الاهتلاكات انتهاء بيع نزاع 14,039,500، مجموع الاهتلاكات 29,522,850.90، مجموع مصاريف الميزانية 60,963,933 درهم. نتيجة الموسم 2022-23، مجموع المداخل 47,974,486، مجموع المصاريف 60,721,733، النتيجة -12,824,368.14، مرحل من جديد -32,718,102.02، مجموع الصندوق الجمعوي العز -45,542,536.16. أيها السادة، في الختام نتمنى أن نكون وفقنا في تأدية واجبنا بكل صدق وأمانة. واش التقرير المالي كيرتب الآثار القانونية عند الجميع، وحنايا كنطالبوا غير تمشي الأمور بالشروط الشكلية ديالها والموضوعية، ما كنسرقوا حد، ما كنتهموا حد، حنا باقي ما، وأصلا هاد التقرير المالي لا يستدعي المناقشة، حيت ما لم يستوفي الشروط الشكلية ديالها. باش ندوزو للموضوعية. شوف جميع الامور عملتها انا سي حكيم، شوف بلا ما تغطيش الشمس بالغربال، بلا ما نقول غطيو على بعضنا، شوف سي حكيم لا باقا والفصاحة عندنا في المحكمة، هنايا سي حكيم الحقيقة تتقال. شوف الله يرضي عليك، شوف الله يرضي عليك، الحقيقة قولها، ما كاينش حقيقة ما تقولهاش. الكونتراس ديال الملاعبية الشركة ما بغاتش تمضيهم، أنا جيت الملاعبية من سنة لا سيزون، أنا جيت معاهم كاملين وخلصتهم كاملين. خلصوا أنا 30 يدا 40 يدا 20، والملاعبية مضاو في شهر 6. الشركة ما بغاتش تمضي لنا، وعندي فيديوهات كيوثقوا هادشي هذا، وعندي ميساجات سي نصر الله كيوثقوا هادشي هذا. أنا تلاقيت سي نصر الله في مربية وقلت له تمضي لنا الكونترا، قال لي والله ما مضي لنا حتى كونترا. قلت له علاش؟ قال لي التعليمات من فوق. شنو خصك نعمل؟ أنا كنت غنمضي من فوق. وعلاش مضاهم حتى لدابا؟ عاد مضاهم. حيت هي اللي غدور الفريق، أولا اللي غدور، حيت اللي غتهضر أنا غنجاوب. رانا غنقول الحقيقة، شوف يا أستاذ أنا ما غنخبعش، غنقول الحقيقة. خلينا ندوزو جمع العام على كيف ما يدوزو الأندية كاملين بلا سواء كان الشرقاوي، سواء كان عبسلة، سواء كان الجيلاني، ما عندوش الحل، الحق سجي من فوق، عليك تطلع من فوق، سجي من فوق، ما كاينش الحل. اسمعني، هذا ما
كاينش شي رئيس غيجي غيخلص لك 5 مليار ما كاينش اولا سي غازي كيف واحد شي 5 مليار راه ما كاينش شي واحد في المغرب ما كاينش شي واحد غيجي يرفع انت دابا 5 مليار ما كاينش هادشي شكون هو واقع عليه حتى واحد ما يقدر يرفع 5 مليار يعني غيمشي الشرقاوي غيجي داك السيد غيجي اخر بنفس المواد الاوليه اللي غادي يخدم بها الشرقاوي اسمح لي الله يرضي عليك غيخدم بها داك الرئيس اخر ادعو نفسي رأنا إشارة جميع المخالفين بخصوص أي سؤال فيما يخص فترتي المالية من 1/7 إلى 1/12 إذا كانت مضمنة هي مضمنة إذا كان مزيد من التفصيل في جزئيتها فأعوذ بربي رأنا إشارة جميع وشكرا هذا توضيح لا أقل ولا أكثر احترموا المدينة نسيتوها هذه مدينة طنجة صاحبي حنا خصنا حل لفريق اتحاد طنجة وتبقى هذه مدينة كبيرة خليوها في الموقع ديالها ديما تحضروا الفيديو كتشوفوا بهم راسنا الله يهديكم مالي اخوان شركه وجمعيه سيروا حلوا المشاكل ديالكم اليوم بغينا حل شي حتى جبروا لي دور الجمعيه ما عمرها كان عندها مشكل الجمعيه ما عمرها كان عندها مشكل جمعيه شوف جمعيه ضحت شوف جمعيه خدمت الجمعيه ما نحسدش شوف سواء غض النظر شحال كان الناس الجمعيه حنا واخا كنا بثلاثه ما نعشناش وما قصرناش في الجمعيه كنا نعشنا في الرويضه انتم عارفينها هادي جيتو تصفوا الحسابات ماشي هنا تصفوا حتى شي واحد الحسابات مدينه كبيره ما تصغروهاش بما ان الشركه كتصغر المسؤوليه ديالها علاش قبل اصبح القانون الاساسي ما تجاوبنيش الله يخليك واش شي حاجه باش تجاوبني شي حاجه شي حاجه من حضره خلي الشركه الرياضيه علاش ساعد السي محمد ميديا كانت السي الشرقاوي كيسير الصباح ورئيس الشركه كيسير العشيه وعلاش من بعد تغير هذا الشيء هذا اسمح الفريق خلى الشرقاوي بوحدو حنا كلشي الشرقاوي ولا السابق خاص عمل المجهود ديالو عمل المجهود ديالو عمل العمل ديالو كنشكرو عليه ولكن اذا كنا غنبغيو شي حاجه بركه من كولاسه وبركه ما خدموها جوطات بغينا الفريق يكون البرلمان ديالو الحقيقي هو المنخرطين اي حاجه غتطلع غتطلع منخرط والجمع عام سيدنا بزاف بركه من الاملاءات انا جيت من فوق واحد قال لي انا واحد كيساندني ما عرف مالي مدينه طنجه عندها الرجال ديالها وحنا كنحترموا الجميع ولكن ما يستغفلوش شي واحد اليوم اتحاد طنجه اصبحت مجالا خصبا للاستقطاب اتحاد طنجه اصبحت قنطره سياسيه للسياسيين بعد ما حنا كنا كنعرفوا بس العقاب فين هو بس السماء والدي انا حقا وجاوني على السؤال ديالي الله يرحم والدي الله يرحم والدي اذا كنت كنكثر راه الضروره تم المغرب كامل ضحكوا لي الرئيس الله يرضي عليك والله يرضي عليك جبتي كنا جوانا فريق اتحاد طنجه اللي صار كبير كان في الديفاكم وكنهضر عليه دوم مفتاش دابا وتاع كيتقطع في الاخر قلتي لي ديك الساعه قلتي لي بلي ديك الفيديو منتجني واقسم بالله العظيم والله ما سمعته ولا سمعته والله ما سمعت السيد الرئيس ولا سمعت سدار الله يرضي عليك راه انا قلتها السلبيات والايجابيات الله يجازيك بخير ولهذا غتمشي السيد الرئيس النقطة اللي كتسناها مدينة كاملة باش نشدوا هذا الموضوع وهي ماشي النقطة الأخيرة جوج نقط الأخرانيين وهو التصويت على المخارطين والنقطة الثالثة هي تقديم الاستقالة ديالك ومن بعد نشوفوا شكل لجنة مؤقتة اللي غتوجه مترشح شي رئيس الى ما كان شي ساعة الولاية تكفل بحال اللي عملت احكام عملت متينة الولايات شي واحد اخر المخالطين ما تحملوهمش مسؤولية اقسم بالله العلي العظيم من اللي تبقى الفاتحة بالله انا اكرر انا بيوز اذن نعلن عن استقالة السيد رئيس المكتب المديري مع باقي اعضاء المكتب وشكرا جزيلا